أهلا بحضراتكم نتوقف اليوم مع صاحب الصوت العذب والشجي هو فضيلة القارئ الشيخ عوضين المغربي الذي كان بحق سفير للقرآن الكريم زار أكثر من ثلاثين دولة وفي كل دولة قصة وحكاية في الهند كان دائما ما يتأخر على الطائرة بسبب أن كبار رجال الدولة في الهند كانوا دائما ما يكونوا حريصين على الاستماع إلى صوته حتى اللحظات الأخيرة قبل ركوبه للطائرة وفي سيراليون وبعد التلاوة وفي نهاية الزيارة قام الحضور في هذه الجلسة للاستماع إليه بتقطيع العمامة إلى أجزاء صغيرة وكل شخص يحصل على جزء تبركا بزيارته إلى دولة سيراليون. فضيلة القارئ الشيخ عوضين المغربي في مصر دولة التلاوة. إذ قالت الملائكة يا يَوْمَ إن الله يبشرك بكلمة إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم الشيخ عواضين كان غنيا بالله وكان صاحب صوت عذب واداء بديع وهبه الله سبحانه وتعالى مدرسه فريده في تلاوه القران الكريم وفي تعلم وتعليم ايات الذكر الحكيم رحم الله الشيخ عواضين المغربي الغني بالله برحب بحضراتكم وأرحب بفضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور علي جمعة أهلا بكم صاحب الفضل. أهلا وسهلا بكم أهلا وسهلا فضل الدكتور لو تحدثنا عن القارئ الشيخ عوضين المغربي رحمة الله عليه ممكن في ناس كتير ما تسمعش عنه قوي مش من القراء المشهورين بالنسبة لعموم الناس يعني ماذا تقول عنه فضلتك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله السلام وصحبه السلام. ومن والاه فضيلة الشيخ عوضين محمد المغربي ولد في قرية الخليج وهي من اعمال المنصورة في الدقهلية وكان ذلك سنة 1921 ورحل عن عالمنا سنة 1992 يعني وهو يبلغ من العمر 71 سنة الشيخ عوضين رحمه الله تعالى راح الكتاب وحفظ القرآن عنده 12 سنه بين في 33 اهو حفظ الشيخ عوضين القرآن وكان متعلق جدا بالناس الاكابر بقى اللي هنا محمد رفعت ومصطفى اسماعيل وعبد الفتاح الشعشعي والناس بقى اللي هم في الساحة كده متعلق جدا بيهم ففي يوم من الأيام الشيخ مصطفى اسماعيل جه يقرأ في المنطقة اللي فيها آه هو بيسمع كويس ومنجذب للتلاوة وللتراتيب دي فجه وراح قاعد جنب سيدنا الشيخ مصطفى اسماعيل فلما وهو صاحب صوت حسن جميل جدا. فهو قاعد انسجم قوي من الشيخ مصطفى اسماعيل في التلاوات بتاعته وهو بقى بيدي الجوابات بتاعته ده إيه؟ الشيخ مصطفى ما فيش قرار كله في في فوق كده في العالم <applause> في العالم. قال الله الله يا عم الشيخ بصوت الشيخ فهمه. الشيخ مصطفى فهم فالكبار بتوع البلد لانه ده طفل صغير عايزين ايه يعني يبعدوه عن الشيخ علشان ما يزعلش وكده قال لهم لا خلوه هنا الشيخ انبهر بصوته وهو بيقول له الله الله يا عم الشيخ فشوف الاذن وشوف نعم. الـ 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 الرفاهه والرهافه الرفاهه نعم. والرهافه في الحس نعم. لازم يقعد هنا قعده جنبه وطبطب عليه وبعدين قال له خلي بقى انت حافظ القران؟ قال له اه. قال لي يبقى انا بنصحك تنزل طنطة علشان م. تتعلم القراءات وعلشان تتعلم الاحكام كويس وعلشان الحاجات دي م. قال له حاضر. ابوه سمع الكلام راح موديه لطنطا كان في بقى واحد من الكبار الكبار من العلماء اللي الناس دي كلها طلعت على دي اسمه الشيخ ابراهيم سلام ابراهيم سلام ده هو كان يعني ايه الحجه بتاع القران والقراءات في المسجد الاحمدي في طنطا هو تخرج بيه الشيخ عواضين يعني قرأ القران بالقراءات على سيدنا الشيخ آه آه مين إبراهيم سلام. سلام اللي هو مين بقى ده شيخ محمود خليل الحصري شيخ فضل الشيخ الحصري ايوه آه شيخ الشيخ الحصري قرأ عليه برضه اللي, اللي قرأ عليه والناس انبهرت هنا بتقول مين شيخك يا ابني ده؟ آه الشيخ ابراهيم سلام مم. فالشيخ ابراهيم سلام كان ملكي وكان من علماء الازهر الكبار والشيخ بقى التحق بالمعهد وخلص الثانوية وبعدين ما قدرش ان هو يشيل الشغف بتاع تتبع القرآن ولا القراء وليالي القراء ويسافر ليهم ويروح ويجي وكذا الى اخره. عواضين المغربي يعني كان لما تسمعه تفتكر انه رفعت بيقول. لأنه كان من مدرسة رفعت وهو بيقلد رفعت في 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 بدايات الامر كانوا كلهم يقلدوا رفعت بس في بقى بيقلد رفعت تكتشفه بعد ثلاث اربع ايات لا ده ليه ترتيل في سوره طه لا من اولها لاخرها مش ممكن تقول أنه هو مش فرقش رفعت ما نفرقش ما بينه وما بين الشيخ محمد رفعت لا ما, ما, ما صعب صعب رفعت كان كان مسيطر كان <مسيطر> مهيمن طب على طب الفتره دي واضح طب وعلى القراء وعلى الناس وعلى الناس وكانوا طب. يحبوه وهو كان راجل طيب طبعا الشيخ عوضين يبقى إذن هو تعلم مم. التعليم ده لغايه ما وصلنا الى سنه واحد 51 الناس قالوا له لا انت انت يعني ده انت من المتقدمين لازم تروح تقدم في الاذاعه قدم في الاذاعه وناجح ولكن كان فيه عيد ميلاد لـ لأحمد فؤاد الأمير أحمد فؤاد الأمير أحمد ابن فؤاد الملك فاروق عاملين له ليلة جابوا الشيخ عوضين أرى فراحت مجلة المصور مصورة وهو بيقرأ ومنسجم بقى في الليلة دي و الملك وابن الملك تمام طيب ومشيت الأيام وقامت الثورة في سنة 53 حصل حاجة كان عاملها واحد مسك الحرس الجمهوري الراجل ده عمل حاجة في الإذاعة اسمها الجرد 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 على المكاتب والكراسي والحاجات لا لا مين اللي كان واقف مع العهد البائد طب كل المقرئين وكل المطربين كانوا من العهد فراح اوقف اذاعه ام كلثوم لانها غنت للملك واوقف سيدنا الشيخ عوضين لانه صورته ظهرت في يوم ميلاد احمد فؤاد والصحافه نشرتها ده ما فيش قارئ الا لما اعرف اسرع عبد ام كلثوم عبد الناصر في الفالوجة كان يفتح ويتمزج قوي ويكيف من صوتها أه. وك... فبيفتح الإذاعة ما فيش أم كلثوم يفتح الإذاعة ما فيش أم كلثوم قال يا إخوانا هو فين أم كلثوم؟ قالوا له لا دي بتاعة العهد البائت قال لهم على فكرة نهر النيل بتاع بتاع العهد البائت ده كان رد عبد الناصر والأهرامات من العهد البائت في إيه؟ يعني كانت الحاجات دي تحدث من وراه بس طبعا سيدنا الشيخ عوضين ما هو ما سمعهوش راح مرجع ام كلثوم بالامر ورجع كثير من بتاع الجرد ده اللي عمل الجرد ده رجع كثير منه لكن الشيخ عوضين سكت وتوكل على الله و يعني اصرها في نفسه وخلص ام ربنا سبحانه وتعالى يفتح عليه من السنتين دول واحد وخمسين اثنين وخمسين ثلاثة وخمسين بالإضافة إلى المعرفة اه 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 اسمه شاع في البلاد والعباد طب عذرا يا مولانا قبل بقى برا مصر هل كان ليه تواصل مع الرئيس عبد الناصر هل زي ما كان مكتوب بعد كده هو... بقى معلش ما هو بعد كده بعد كده ليه بقى تواصل بعد مع الرئيس عبد الناصر بعد كده عبد وهيرجع الاذاعه بقى أيوة. و... وكل حاجه تمام. بقى تمام لكن هو كانت بتجيه دعوات من الخارج قدم في الوزارة فراح في رمضان راح 42 دولة. واربعين دولة 42 دولة 42 دولة منهم البرازيل ومنهم فنزويلا ومنهم ال... يعني كل ومنهم الولايات المتحدة ومنهم ماليزيا واندونيسيا والباكستان والهند ووائل سيراليون واخد بالك راح 42 دولة طب ممكن نحكي أبرز أبرز الموقف اللي حصلت له في الجولات دي بعد الفاصل والله هو الشيخ عوضين ما تكفيهوش لحلقه ولا عشرة لان ده حدوته اكيد نعم. اكيد شكرا جزيلا لحضرتك ارجوكم بعد الفاصل خليكم معانا كانوا مسلمين قارئ متميز ذكي يعرف إمكانيات صوته فهو في القرار متميز فلا يذهب إلى الجواب وجواب الجواب ولكن يعرف صوته جيدا في القرار عميق متميز متمكن المعتاد أن القاري يبدأ قرار بياتي ثم يذهب إلى قرار رست هو أجل الرست للنهاية يبدأ بقرار بيات يصعد يصل إلى جواب البيات ثم الحجاز ثم الصبا يتنقل بين هذه المقامات وفي النهاية يذهب إلى النهواند فرع من فروع النهواند ثم الرست ثم جواب البيات ثم قرار البيات وحينما يصعد إلى جواب البيات يريد أن يعود مرة أخرى إلى الرست وهذا مكان الرست كان في البداية أصلا ولكنه ينتقل إلى قرار البيات ثم يصعد للدرجة الرابعة الانتقال الصحيح للمقامات هكذا هو <applause> الله يهبط يعني بصوتي الى القرار، قرار بيت هو الله الذي <applause> لا اله الا هو يصعد للرابعه هو الله الذي لا اله الا هو انتقال بحرفيه عاليه يعرف انه لو انتقل من اعلى لاسفل سيشعر المستمع بان هناك نشاز وحاشا ان يحدث خطا او نشاز من قارئ قيمه وقامه بحجم فضيله الشيخ عواضين المغربي قرية الخليج بالمنصورة كان ميلاد الشيخ عوضين المغربي الذي غرد بصوته في سماء مصر دولة التلاوة الوالد من أهم الشخصيات اللي أثرت في حياتي لأنه أولاً كان رجل خاشع ويخشى الله سبحانه وتعالى كان يراقب ربه حتى في قراءته ومعروف أنه قارئ ملتزم رغم حلاوة صوته وكان صوتاً جهورياً يستطيع أن يقرأ حتى بدون ميكروفون إلا أنه كان لا يخرج عن الأحكام الخاصة بالتجويد والقراءة بالإضافة إلى عزوب الصوت كان رحمة الله عليه يجمع في حلاوة الصوت بين مدرستين هامتين في ذلك الوقت الشيخ محمد رفعت رحمه الله والقارئ الذي كان قدوته الشيخ مصطفى إسماعيل رحمه الله جميعا ومن بين أحضان الأراضي الخضراء الواسعة ومياه النهر اللامعة وسماء المنصورة الصافية تجلى صوت شيخنا الفريد عواضين المغربي ليؤسس لمدرسه خاصه في خدمه كتاب الله واقامه شعائره برحب بحضراتكم مره تانية وبجد ترحيبي بفضيله العالم الجليل الاستاذ الدكتور علي كمعه. اهلا بحضرتك صاحبي اهلا وسهلا اهلا بي. وسهلا الحديث مستمر حول فضل الشيخ عوضين المغربي وجولاته الخارجيه في العالم الشيخ عوضين كانت تاتيه الدعوات من الخارج وخلاص الاذاعه زعلت منه وهو كتم ذلك في نفسه وتوكل على الله وراح الصوره كده بتاعته ادام الجرد انه من الفلول تبع العصر العهد الباقي العهد الباقي وفي احدى الدول يعني الناس يعني قامت بالواجب يعني في حبه والالتفات حواليه فحصل بقى ان هم طلبوه بأنهم ما ياخدوا العمه بتاعته ده في سيراليون اه في سيراليون راحوا واخدين العمه راح مقطعينها وكل واحد يتبرك بحته صغيره كده هو عيد يعيد قول يقول ومعاه مين معاه السفير بلغ هنا انه الشيخ عوضين قام بدور وطني كبير وبايقونه لمصر من القوى اللينه ويعني حبب الشعب في المصريين فلما رجع الشيخ عوضين بعت لجمال عبد الناصر جواب يقول له انه بيمدح فيه البلد وان هم بيقوموا بحاجه ليها كده فعبد الناصر بعت له جواب ولاده مبروزين وكده باعتبار انه قال له احنا سمعنا ماذا فعلت في البلد الفلانيه دي واحنا شاكرين ليك وطنيتك وانك انت مواطن صالح ورجل صالح وكذا الى اخره بعد كده رجع الاذاعه كان مره بيحيي في حزب الوفد في المنصوره قالوا ان احنا عايزين حزب الوفد من كذا سنه نعمل احتفال عمل احتفال حضر الشيخ عوضين وبدع مين حاضر فؤاد باشا سراج الدين الله يرحمه الله يرحمه بعد ما حضر اتبسط اخر انبساط. فراح حاطط ايده في 100 جنيه كان زمان ايام الملك في 100 جنيه كده وفي 50 في 100 وفي 50 خم... وبعدين اتلغت وبعدين رجعت تاني. فحط ايده في 100 جنيه وعطاه 100 جنيه دي يعني تشتري ثلاث فدادين ثروة الفدان ب بت... 30 مثلا ولا حاجه من اجود الفدادين. فرفض الشيخ. قال له يعني احنا بناخد 3 جنيه تديني 100 جنيه معناته يعني كانها صدقه او كانها يعني معونه او كذا قال له يا شيخ انا انا اتبسطت منك جدا وهو قيمتك كده قال له لا اذا كنت عايز تخدمني يا باشا دخل التليفون في البيت بتاعي تليفون مباشر بس التليفون المباشر ده فايدته ايه؟ ان الناس تتصل بيه لانه ما بيعرفوش يوصلوا له في في القريه ما يعرفوش يوصلوا للقريه وقد يكون في شويه مطره وشويه وحله ما تعرفش توصل فلما اتصل بي ويقول له العنوان وانا اللي يكون عليا تكلفه المروح فتح علي صح على طول صح. اخر السنه اشترى بيت وبناه للولاد وكذا مم. الى اخره وبقى صاحب هذا البيت ذكاء برضه ايوه يعني هو اعطيني الصناره صح ولا تعطيني السمك وانا هعرف الصيد حقيقي الحقيقه من دراسته في الازهر ومن حفظه للقران ومن تربيته في المنزل كان من اولياء الله الصالحين رحمه الله خلف مين بقى خلف مين ولاده مين واخونا الاستاذ الدكتور محمد نجيب عوضين اه مظبوط محمد نجيب أوه. عوضين ده اخونا وزمنا طبع. اللي هو كان رئيس قسم الشريعه بكليه حقوق جامعه القاهره مظبوط وامين عام المجلس الاعلى للشؤون الاسلاميه حقيقي. وصاحب مركز مش عارف الدراسة أوه. اللي هو الله. الراجل الكبير ده اللي اسمه أوه. محمد نجيب عوضين اهو ده محمد نجيب عوضين ابن سيدنا الشيخ مم. عوضين المغربي الذي ملا الدنيا بتلاوته و... و... وابدع هذا الابداع العظيم وزي ما بقول لحضرتك ده كان من مدرسه الشيخ رفعت. رحمه الله عليهم اكرموا كتاب الله فأكرمهم نعم. اكيد. نعم. متشكر جدا لحضرتك وفضيله الدكتور عليكم الحضرت. شكرا لك. شكرا موصول لحضراتكم مشاهدينا الكرام والى اللقاء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماع سبحانه وتعالى اسماء كثيره ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها منها اسم الله الاعظم الذي اذا دعي به اجاب واذا سئل به اعطى وقد روي عن التابعي القاسم بن عبد الرحمن مرفوعا عن ابي امامه الباهلي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اسم الله الاعظم الذي إذا دعي به أجاب في صور ثلاث البقرة وآل عمران وطه فالتمسها بعض العلماء حتى وصلوا إلى أنها الله لا إله إلا هو الحي القيوم وهي المقطع الذي يكرر في تلك الصور فلندعو به عسى الله أن يستجيب